الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لدي وظيفة وهي أن أقوم بشراء منتج من إحدى الشركات بسعر أعلى من السوق، وأقوم بعمل عقد مع تلك الشركة بحيث أحضر زبائن لشراء هذه المنتجات وأحصل على فوائد مالية على ذلك العمل، فما حكم ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا إذا نص الدليل على التحريم، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد أطلق الله عز وجل أيدي الناس في مسألة التجارات وفتح الباب على مصراعيه إلا بعض أنواع التجارات التي تتضمن شيئا من المحرمات. فإذا كل بيع عرفه الناس وكل تعاملات عرفها الناس فإن الأصل فيها الحل والإباحة إلا إذا نص الدليل على تحريمها. ومن جملة القواعد التي يعرف بها حل المعاملة من حرمتها ثلاثة ضوابط لا بد من فهمها. الضابط الأول: إذا أي معاملة مشتملة على الربا في الحال أو المآل فإنها تكون حراما، لقول الله عز وجل: وحرم الربا. الضابط الثاني: أي معاملة تتضمن الغرر فيما يقصد فإنها لا تكون إلا حراما، لقول النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الضابط الثالث: أي معاملة تتضمن الغش والتغرير يعني المخادعة فإنها تكون حراما. فإذا خلت المعاملات عن واحدة من هذه الموجبات للتحريم فإنها تبقى على أصل الحل والإباحة. ولو نظرنا إلى ما يسمى بالتسويق الشبكي أو التسويق الهرمي، والذي له أنواع كثيرة ومنها ما ذكره هذا السائل، وجدنا أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك لأن مقصود هذه المعاملة ليس هو أعيان هذه السلع التي سيشتريها الإنسان، وإنما مقصوده الأول والأخير إنما هي العمولات وليس المنتج. فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات. ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، ويغضون الطرف عن ثمن هذه المنتجات، لأن المقصود ليس هو المنتج، والزبون لا يفكر في نفس المنتج ولا في سعره، ولذلك يقبلون شراءه بأثمان زائدة على ثمن السوق، لأنهم لا يفكرون في المنتج لا في صدر ولا ورد، وإنما يفكرون في ماذا؟ يفكرون في تلك العمولات التي سوف تزيد كلما زاد هذا الهرم، وتزيد كلما زاد التسويق وإقناع الناس بهذا الأمر. ولا سيما أن الإنسان إذا دخل في هذا الهرم فإنه سيحاول أن يقنع أكثر من يستطيع إقناعه، لأنه كلما أقنع أحدا زادت عمولته وزاد دخله وزاد نصيبه من مالية هذا الهرم، فحينئذ يدخل فيها الغش، ويدخل فيها تزيين، يدخل فيها تزيين ما ليس يعني له حاجة كبيرة، ويدخل فيها كذلك أن الإنسان يسوق لغيره لا نصحا لهم وإنما نصح لنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنصحك فانصح له. فهذا التسويق مبني على مخالفة مقتضى من مقتضيات الأخوة الإيمانية، وهي النصيحة للمسلمين. ولذلك هذا التسويق الهرمي محرم لما فيه من المخادعة ولما فيه من الغش والتغرير، ولأنه يتضمن الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع. حتى وإن أظهر أصحاب الشركة أن الإنسان إنما يشتري منتجا، ولكن في الحقيقة أن هذا المنتج غير منظور إليه بعين الاعتبار، ففي الحقيقة أنه يعطيهم مالا
يسيرا ليأخذ منهم أضعاف أضعاف هذا المبلغ الذي أخذه. فإذا هذا من الأمور المحرمة، لأنه يتضمن الربا. بل وهذه المعاملة تتضمن الضابط الثالث أيضا من ضوابط المعاملات المحرمة، وهي أنها من الغرر المحرم شرعا، لأن المشترك لا يدري هل سينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا. والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى هذا الهرم هل سيستجيب له أحد ليكونوا أسفل منه ويستفيدوا من وجودهم تحته ليحفظوا بقاءه وليحفظوا وجوده أم لا. فإذا هذه معاملة محرمة لأنها اشتملت على قواعد التحريم في المعاملات، فهي محرمة لما فيها من الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، وهي محرمة لما فيها من الغرر، وهي محرمة لما فيها من المخادعة والغش والتغرير. فإذا لا يجوز هذه المعاملة في صدر ولا ورد. نسأل الله أن يعصمنا من المكاسب المحرمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.